مباراة مهمة اليوم، الانتصار كان فيها واجب أكيد. بعد العثرة في باردو الفريق كله كان مطالب معناها بردة فعل. اليوم الشوط الأول كان نسبيا جيد، سجلنا فيه الهدف، خلقنا فرص، لكن الإشكال أنه في الشوط الثاني ما نجمناش نجسم التفوق نتاعنا. كنا قادرين باش نسجل على الأقل هدفين أخرين، ما سجلناش، قعدنا على آخر وقت تحت ان كونتر لادفيرسير جاهم بونتو، كان نجم يرجعوا اثنين بواحد. كنا بون، هذا من اول السيزون واحنا قاعدين نتبع فينا شيء. هذايا الملاعبيه ما يلزم يفهموا اللي راهو الماتش ما يقفش وقت اللي تتربح 2-0 ولا يفوت توجور كونتينيو مارك ديبيوت. دونك اليوم عملنا كل شيء براتيكمون، خلقنا فرص، لعبنا على الاطراف. مونسيون سبيسيال بور ملاعبي كيما ادريس، معناها في ان جران ماتش ديفونسيفمون اون تي بيان، معناها علي جمال ربيع، أنا فرحانين بالإكيب. لكن ثم بعض المراكز اللي مازال الملاعبية ما عطاوش فيها الماكسيموم. ما تراش اللي تو ما فيهاش مراكز، لازم ليسبيرونس تربح تو، لازم كل ماتش صعيب يعني. إي ما نجموش نقولوا نربحوا سون لا مانيير، معناها ليسبيرونس معناها متعودة أني تربح بالطريقة بال 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 بالأداء الجيد. دونك احنا عمرنا ما نسيناه الأداء الجيد، نحبوا ديما ليسبيرونس تكون أداء ونتيجة. بون اليوم فزنا، كنا قادرين باش نفوز أكثر، عملنا أن كرون فوليوم دو جو. الادفيرسير اليوم بون فاجئني، معناها ما كانش في يومه صراحة. دفاعيا كان سهل اختراقه، كنا قادرين نسجل أكثر من هدفين، ما سجلناش. إن شاء الله معناها المباراة الجاية معناها الفريق ينجم يجسم الفرص اللي جاتهم. هيثم جويني قد يأكد ماتش الماتش، أن سارتان مومون وصل هيثم جويني في قائمة المغادرين، كيفاش يعني؟ لو ميريت روفيان وجوار، معناها الفضل كله يرجع للملاعبي، الملاعبي اللي أمن بروحه، اللي طرف فني ما عمره ما فقد الثقة، لأنه تعرف اللي مهاجم ما يسيبش مهاجم شاب ما يتسيبش. دونك لازمك تستنى له حتى يسترجع ثقته في نفسه ويسترجع امكانياته، وهذا هو اللي صار. معناها سجل اهداف الكاس الافريقيه، سجل اهداف البطوله، الحمد لله. معناها عندنا خيارات كبيره، معناها على مستوى الهجوم بالخنيسي برجايبي بدريس محيسي. دونك ما تخافش على الترجي، انه عنده حلول هجوميه.